اخبار لبس العيد السنه دي؟ لبس العيد زي ما انت شايف الشارع حلو وفاضي وجميل والاسعار زي الفل. يعني حضرتك او احنا جمله شغالين جمله يعني المفروض بنبيع للمحلات، للاسف هي الحاله راقده شويه يعني مريحه شويه، ما بيبقاش في شغل كتير. لو في شغل شويه بيبقى بالنسبه للاولاد اكتر، انما حاله الشغل نفسها للاسف مريحه شويه. للاسف كل مدى الركود بيزيد، يعني السنه دي يعني ايه اسوأ من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت قبلها. هي المشكله في الحاله الماديه، يعني هي المشكله بالنسبه لنا احنا. طبعا الخامات طبعا عشان مستورده وغاليه، فبيضطر المصنع هو يغلي الحاجه، يعني الحاجه نفسها المدير نفسه لما ينزل الشغل نفسه بيبقى غالي، فالناس نفسها مش بقى عندها قابليه لده. وفي نفس الوقت بقت الملابس بالنسبه لنا من وجهه نظري ان هي بقت ترفيهي، بعد ما كانت حاجه اساسيه اللبس ده بقى ترفيهي، واحد ممكن يلبس اي حاجه بس ممكن عياله مثلا. يعني بقول لك عشان كده الاولاد دي شغال اكتر، الاولادي عشان خاطر ايه على السحب، عشان هو هيجيب لعياله، ممكن هو ما يجيبش عادي يلبس اي حاجه. يعني السحب ضعيف جدا جدا جدا، الاسعار غاليه وفوق متناول الطبقه المتوسطه، الشباب ما بيشتريش. انا تاجر، انا عاوز الدنيا تبقى يعني حلوه عشان الناس تلبس، مش انا اجيب الحاجه اسعار غاليه، اسعار غاليه، خدت بالك؟ اسعار غاليه على مستوى الجمهوريه، مش على اسعار على مستوى واحد بس، لا انا عاوز الدنيا ترخي عشان الجو والعالم، عيالنا تلبس واولادنا تلبس لبس حلو ومحترم. اما انا دلوقتي انا بجيب الحاجه غاليه وببيعها غاليه. حضرتك انا عاوز بقول لحتى السيد الرئيس ان الدنيا ترخص وتبقى حلوه ويبقى عيالنا تلبس، بس انا مش عاوز اكتر حاجه، اكتر من كده حاجه تاني. الدنيا فيها ركود، والركود دوت بيعم على الناس كلها، والمفروض يعني يبقى متعاون معانا شويه ويهدي الدنيا على الناس عشان الناس جدت خالص يعني. والمفروض اصلا يعني يبقى في حاجه تهون عن كده، لو الحاجه ب 30 يخليها ب 10 عشان الناس كلها تاكل عيش، واحنا كشعب في حاجات كثيره اصلا مش قادرين عليها، والدنيا كلها رايحه في داهيه. يعني يتعاون مع الناس عشان الناس تبقى احسن من كده، بدل ما احنا بنعد في بعض نقف جنب بعض. والله هو الصاحب يعني ضعيف من سنه واتنين، وظروف البلد كده، بس الحمد لله يعني برضه المواطن برضه في النهايه برضه بيلبس، وفي النهايه بيبقى في كازيون، وهو الدنيا بتمشي. مفيش بيع اصلا، السوق مريح على الاخر يعني بنعتبر ان احنا الموسم ما جاش السنه دي. الاسعار بتنزل بس مفيش بيع، القوه الشرائيه بقت ضعيفه جدا في مصر، يعني لان الملابس بقت بالنسبه للناس رابع حاجه. الناس النهارده معلش هتاكل ولا هتعلم ولا هتعالج ولا هتلبس كده يعني، فاللي عنده حاجه بيقول له طب خليك بيها دلوقتي، نستنى للسنه الجايه. الاسعار كانت عليت بس المصانع كلها غصب عنها نزلت السعر عشان خاطر الناس تشتري، مفيش شغل. ده داخل كمان، داخل عليك امتحانات شغاله دلوقتي وبتاع، فالناس مش فاضيه انها الناس مش فاضيه انها تجيب لبس وبتاع، الناس عايزه السنه ما تروحش بين ولادها. انت عارف النهارده كله في امتحانات، الثانويه العامه بعد العيد بيومين، اولى ثانوي شغاله، جامعات شغاله، الناس طبعا الملابس كل سنه بتقل مش بتزيد، يعني القوة الشرائية في الملابس كل سنه بتقل مش بتزيد. ده اللي حاصل حاليا، اللي احنا شايفينه، او احنا كتجار، هو ده اللي احنا شايفينه. اصحاب مصانع نفس الكلام برضه.